الكريم. يطيب لي أن أستهل هذه الكلمة بالإعراب عن شكر جزيل للحضور الكريم وكافة المشاركين في هذا الجمل العام التأسيسي باسمي ونيابة عن كافة منخرطي في الحزب الديمقراطي الجدد. تحية صادقة مملوءة بالوفاء والإخلاص للمبادئ التي تربطنا، كما أن حضوركم وتلبيتكم للدعوة لتزكية منكم للعمل الشريف الذي نقوم به نحن أعضاء اللجنة التحضيرية، الذي لا يسعنا إلا الترحيب بكم وبكل ضيوفنا الكرام. أيها السيدات وأيها السادة الكرام، باسمكم إخواني أخواتي أحيي هذا الحضور الكريم المكثف الذي يعبر عن الإرادة القوية بالسير على دم العمل الشريف الذي نقوم به نحن المواطنين والمواطنات لكي تصل بلادنا إلى ما تصب إليه تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، وإلى كل ما يستحقه المواطن المغربي. لهذا يسعى فريق العمل المحلي بتجربتنا البسيطة لتأطير المنخرطين والمتعاطفين معنا، وذلك من أجل العمل على التوعية بالحقوق والواجبات وتغيير العمل السياسي من ثقافة المطالبة إلى ثقافة المشاركة وتحقيق الهدف. كل ذلك أيها السادة والسيدات لن يأتي إلا من خلال المشاركة الفعالة في الحياة السياسية وفي الحملة الانتخابية من طرف جميع المواطنين والمواطنات ومن ضمنهم الشباب باعتبارهم حجرة الزاوية في بناء المسار الديمقراطي، وذلك بنظر إلى كونهم يشكلون قاعدة انتخابية كبيرة ورقم الأصعب في الثورة الإصلاحية وأداة فعالة ومهمة من أدوات التطور الحضري والرقم الأصعب في الثورة الإصلاحية، وهم همزة الوصل بين الماضي والمستقبل، وهما الحاضر الذي يصنع المستقبل، ومن يريد المستقبل ويخطط له لا بد أن يضع الجيل الجديد في أعلى أولوياته عبر مشاركة اقتصادية وسياسية ومجتمعية، مشاركة اقتصادية في خلق فرص العمل، مشاركة سياسية في صنع القرار والسلطة، مشاركة مجتمعية وتطوع بهدف خدمة المجتمع وتنمية المحيط، ومشاركة ثقافية ورياضية. أخي أختي، إننا نجتمع اليوم لتأسيس المكتب المحلي لحزب الديمقراطيون الجدد فرع الجديدة، ونحن بين إخواننا وأخواتنا يجمعنا هدف واحد هو الرأي إلى الريادة بالعمل المواطنين والمواطنات هذا الإقليم الحبيب الذي يشهد له التاريخ بالاحتضان الكبير للعمل السياسي. في ظل كل هذه الإيجابيات يبقى عمل فريق الديمقراطيين الجدد فرع الجديدة دفعة جديدة لتحسين أوضاع المواطنين الاجتماعية والإدارية بغية تقديم هذا الإقليم بل هذا الوطن الحبيب. لذلك كان لابد من مولود جديد يعيد الاعتبار للمواطنين اجتماعيا وثقافيا وسياسيا حتى مسايرة تطور العصر في كل المجالات، مفتح حوارات قطاعية والتحول من مبادئ مجردة إلى أفعال وأعمال صادقة لتحقيق طموحاته ومتطلباته العادلة عبر دور تمثيل الشباب الذي لا يقتصر نشاطهم ودعمهم فقط خلال فترة الانتخابات بل قبلها ووقتها وبعدها، لأن الشباب لهم دور فعال في تكريس الديمقراطية والمساهمة في بناء مجتمعيا تماشيا مع التوجيهات السامية لعاهل البلاد الذي ما فتئ يحث على ضرورة استغلال الطاقات الشابة من أجل النهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للبلاد والقطع مع الممارسات التي تعرق الاندماج هذه الفئة في المجال السياسي. أيها الحضور الكريم، حضوركم هو دعم عملنا، كما يحق لكل واحد أن يتساءل عن الدور الذي سيلعبه هذا المولود الجديد وخصوصا في بناء الثقة التي حظيت بها اللجنة التحضيرية التي تشكل في حد ذاتها أهداف ترمي إلى تحقيق اكتسابات من خلال نهج سياسة العقل والعمل السياسي. من أهمية العمل السياسي في تكريس دولة الحق والقانون انطلاقا من توجيهات السامية لمولانا المنصور بالله الملك محمد السادس نصره الله، نجعل من الضروري خلق إطار جديد يتماشى مع طموحات المواطنين والمواطنات ومسايرة المفهوم الجديد للسلطة ومسايرة القوانين الجديدة التي تتماشى مع الجديد.
لذا علينا جميعا المساهمة الفعالة في استقطاب الكفاءات النزيهة التي تقدس الصالح العام والانخراط فيه، على أن يكون هؤلاء الأشخاص الذين يتوفرون على الخبرة والحنكة والقدرة على حل المشاكل بشجاعة وتتبع وتحليل منطقي وتوجيه وتقدير محكم قصد تدارك المواقف، لأن الوقت لا يرحم. في انتظار انخراطكم جميعا للمساهمة الوسعة والفعالة في هذا العمل الشريف، سنوظف كل جهودنا لاستكمال الهياكل المحلية من أجل تحصيل المكاسب وتحقيق المطالب وتحديد العمل الحزب. وبمناسبة العيد العرش المجيد وعيد الأضحى، يتقدم خادم الأعتاب الشريفة رئيس اللجنة التحضيرية بالمغرب نيابة عن المتعاطفين والمنخرطين آيات الطاعة والولاء للسدة العالية بالله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عقدنا اليوم جمعا تأسيسية للتنسيقية المحلية لمدينة الجديدة، وهذا الجمع مرة في ظروف ممتازة، بحيث كان هناك تفاعل بين قيادة الحزب وبين المناضلين والمتعاطفين الذين حضروا هذا الجمع العام. كان هناك تبادل للرؤى، كان هناك نقاش مفتوح حول المشاكل التي تعاني منها المدينة، ولكن الأهم هو أننا حاولنا أن نوصل فكرة واضحة للإخوان عن الحزب الديمقراطي الجدد، سواء تعلق الأمر بمبادئه، أهدافه وخططه وتطور بناء هياكله محليا وإقليميا وجهويا ووطنيا. بالنسبة للبرنامج حزب الديمقراطي الجدد، دائما نوضح للأخوات والإخوة بأننا نميز بين المشروع السياسي للحزب وبين برنامجه السياسي. المشروع السياسي يتعلق بما نطمح إليه على مستوى بناء دولة حديثة قائمة على نظام ديمقراطي مرتكز على فصل السلطات وضامن للحقوق والفعاليات، ويتغيى تحقيق العدالة الاجتماعية. ما يتعلق بالبرنامج السياسي أو إنشئة برنامجه انتخابي، فهو يرتكز على ثلاث محاور كبرى. المحور الأول يتعلق بكيفية خلق الثروة من خلال التركيز على مجموعة من المجالات لاتباع أو اعتماد سياسات عمومية في هذا المجال، كالسياسة الطاقية والبيئية، كالسياسة التطوير المهني، كدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، كالسياسة الرياضية. والمحور الثاني يركز على تلبية الحاجات، لأن هناك حاجات للمواطنين ينبغي أن تلبى من خلال انتهاز سياسات عمومية في مجال التعليم، في مجال الصحة، في مجال التعامل أو التعاطي مع ذوي الإعاقة، وكذلك في التعاطي أو التعامل مع قضايا مغاربة العالم. ثم المحور الثالث والأخير في برنامجنا يركز على الوسائل أو السياسات العمومية التي ينبغي أن ننتهجها لنحافظ على الهوية المغربية، سواء تعلق الأمر بالسياسة الثقافية أو سياسة تدبير التنوع اللغوي في بلادنا. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.